مساء الخير ليكم جميعا. ظهر الدنيا برد، الناس كلها مشتية، لكن نشكر الله من أجل محبتكم، ونشكر الله من أجل يعني تحديكم لكل ظروف بيحاول، إذا كان الشيطان أو إذا كان العالم أو إذا كان الجو، إن إحنا بنتحداها بقوة المسيح من أجل اشتياقنا باستمرار لسماع صوت الله. قبل ما نبدأ، لو في أي حد يحب يسأل، زي ما إحنا متعودين ناخد فترة بتاعة أسئلة، لو في أي سؤال، لو في أي استفسار، أو نبدأ الموضوع بتاعنا إذا أراد الله. نعم. أنا يكون شمات ويتنا يا حبونا، مش يزفوا بالكنز ولا ما شرط؟ المفروض طبعا بيلفوا بيه، بس يمكن في يعني يمكن اكتر حاجة بتطبق على الاباء الكهنة. بالنسبة للشماس، احنا طبعا عشان في بلادنا، في البلاد دي غير في بلادنا، اللي بيشيلوا الصندوق مفروض اللي هم يعني هناك في بلادنا، في الناس اللي بتشيله. هنا للأسف ما نقدر ان احنا نعمل حاجة زي كده إلا بإذن من ناس الفيونرال، ناس الدفن، لأنه ده في حد ذاته هو فيه عليه تأمين، هم عندهم تأمين إنه لا سمح الله أي حد حصل له أي حاجة، وقع انزلق الصندوق وقع ولا أي حاجة، دول بيكون عليهم تأمين. عشان كده احنا ما بنقدر ان احنا يعني نعمل حكاية زي دي او نمسك الصندوق، لكن الا هم. وفي حالة انه في بعض الاسر كانت بتصر ان هي لا عايزة تمسك الصندوق، تشوف انه ده نوع من الاكرام للانسان اللي انتقل، اذا كان اب او ام وكده، فبحالة زي كده بتكون على مسؤولية الشخص، والشركة بتكون هنا خالية المسؤولية. لا سمح الله حصل أي حاجة للإنسان دي، الشركة بتكون تماما خالية المسؤولية. إنما لما بيكون في أب كاهن طبعا فبيكون يعني الوضع مختلف، وبتراعى طبعا طقوس كنيستنا وعلى هذا الأساس يعني. فعشان كده حتة الشماس شوية إن إحنا أي نعم مفروض إن إحنا نلف بيه، لكن ما يمكن ما بتتاح هنا لأنه ملتزمين بشرط معين أو بوضع معين. شكرا. العفو.